كافاني عند الكرة الآن يسدد كرة، ولا شك أن سمو الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان سعيد، وهذه كرة خطرة كرة وعالية وخطرة مر جول محمد ايضا مره ثانيه في مكان خطر الحق جول الله خلص العين الايمان في حطه قويه وحارس المرمى بيبعده معتز المحاول الشبابيه مستمره وامام المرمى وتوصل لعادل اللي بيحطها قويه جول شاف يتقدم بجول ملعوبه على محمد راشد وجول هدف عيناوي اول فالديفيا يلعب فالديفيا فالديفيا خطيرة قدام الكرة تلعب جول جول الكرة تلعب على طول راسية تلعب جول جول وسانت محمد اسماء يقدم العين الكرة ملعوبة الوحيدة يتقدم السياو يمرر السياو خطيرة سيسا الكرة ملعوبة راسية جول 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 يلعبها في المرمى هالجيان يا السلام والكرة بتعدي من اسماعيل ربيع بخطأ كبير والكرة في المرمى يلعبها في المرمى يضعها وثنائية أخرى الكروس والوسر ركن جول أما التسعة الضايعة والكرة